موجود عدة يعني عندي مثلا صحة عامة، هسه مثلا هاي صحة عامة، مبيدات حشرية، الصحة العامة، مثلا عندي المنشطات، المبيدات الحشرية، الفطرية، البذور، الأسمدة، كذلك المرشات وجميع الأنواع الأدوات الزراعية. هسه بهذا الوقت يعني كالخضرة بدأت زراعة الخضرة، كذلك زراعة الخيار، البصل، هذه المحاصيل. بعد فترة إن شاء الله محاصيل الحنطة تبدي في هذه الفترة من السنة. والله إن شاء الله يعني تدري واحد يوسع نفسه ويكون نفسه. وزراعة تعرف يعني هي مشروع متوفر عند المزارعين وكذلك الفلاحين على طول السنة. يعني حسب كل المجالات، يعني مثلا عندك منشطات، عندك المبيدات، عندك المكافحة، عندك الزراعة، يعني محصول البصل، محصول الخيار، الطماطم، كل هذا. والله أسعار يعني الحمد لله أسعارنا مناسبة، والشركات كلها رصينة ومعروفة، يعني مثلا الهولندية، الفرنسية، الأمريكية، وأكو أسعار متفاوتة بين أسعار أخرى.